ونحب نسأل بتبيع سامي باش يحكي لنا شوية على لا أنا بهذه الحاجة تبكيني في لحظة أنا شعر اللي قلت لك عديني سامي شنو؟ شعر اللي قلت لك عديني كنا بالحق أنا سمفكت برشا برشا لأنه أنا علاقتي كانت هكا فيزيونيل معناها مع والدي وأهم شيء أنه والدي عنده ثقافة اجتماعية كبيرة هو الإنسان ممكن ما مشيش بالكل المكتب ولكنه كان يتكلم بالكدا عنده معناها يتكلم بالكدا صديق ينجم يمال معاك ديسكسيون بالفرنسي ويناقشك في الشأن العام ونذكر برشا حاجات اللي هما خليوني نحب الميدان اللي أنا فيه يعني لفت أنه يقول لك مثلا بابا كان قبل حاجة أوبليغاتوار كانوا نسكنوا في أبارتمون قبل دونك في تونس ما نذكر أنه الكل يوم تحت الدار تحت الباب الجرايد زوز يعني الصباح ولا بريس وقول لنا ساعات بتدخل حبي للميدان دي جي شوية من هون يعني كان يقول لي في الليل قل لي شنو أهم شد انتباهك بالعربي وبالفرنسي في 10 بعد بشوية بشوية ولات عربي فرنسي كانت بالعربي دونك وهذا كله معناه بعد حتى كي كبرت تو يقول لي اختار الميدان اللي تحبه مادام انت اخترته دونك اكيد تحبه دونك بون هو معاش موجود اليوم هون بون عندي فخر كبير انه كانت علاقتي بيه كبيره ان شاء الله ربي يرحمه وربي يفضل اللوبات اللي مازالوا موجودين يا رب فما حاجه تاثر فيا كي نمشي ساعات نزوره في جبان هو مولود بحض عائله امي مش بحض عائلته هو طلب هذا القبورات نتاع عائله امي الكل اللي توفاوا قبله هو كان يكتب شعر بالعربي والفرنسي الكل هم عندهم رثاء يعمل لهم رثاء معناتها مماتي ولد خال امي الكلهم بالرثاء كي مات هو حتى ما عرفت حتى حد بعمل له رثاء وانا ما نجمتش نعمله وانا بالرازم ابراهيم يكتب لك حاجه ليه يكتبها بالفرنسية حطوا نعاودوا ليبيتاف بالعربي بالعربي ابراهيم يكتب بالفرنسية اي لي بارفيتمون سفنسكا الله يرحمهم كل دونك احتفلوا بالعيد الاب لانه انسان يخدم ويجاهد ويضحي ويعمل برشا حاجات من أجل إسعاد العائلة هذه.